الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم. ممكن ترجعوني اللي كنت معاه؟ هذاك ما كان يصير جنس أنثى إلا ما يبصبص لها. هذا اللي معايا حقتني بهدلني. ما كنت أدري إنه محترم لهذه الدرجة. أكثر شيء يغيظني ولد آدم لما يغض بصره ويستحي من ربه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.